متابعي قناه محمد علي تي في، مرحبا بكم جديد معنا. اليوم غنديروا فلوج جديد ان شاء الله خاص بفريق الكوكب المراكشي. غادي نمشيو للملعب ان شاء الله باش نشجعوا. اليوم لاعب الفريق اولمبيك تيرا، مباراه غادي تكون صعبه صعبه للغايه نظرا لقوه الفريق الخصم. نتمنوا انتصار فريق الكوكب المراكشي، نتمنوا يحسن الوضعيه ديالو باسكو يائسنا من هذه الوضعيه هذه اللي فيها فريق المراكشي. غادي نمشيو ان شاء الله نشجعوا فريق الكوكب، يلا بقاو معنا. غادي نمشيو ان شاء الله دابا للحارتي باش نشوفوا واش كاين شي وريقات نقطعوا ان شاء الله باش نشجعوا فريق الكوكب المراكشي الغالي اللي دائما وخلي طرا تمشي نشجعوا باسكو عزيز علينا وكنحبوه منذ الصغار منذ نعومات الاظافر. سي علي تنتواجدوا دابا في الحارتي، قطعنا وريقات الماتش العشيه، شنو بالك ان شاء الله في المباراه اليوم ضد اولمبيك تيرا اللي خصم قوي؟ المباراه تاع اليوم غادي تكون مباراه صعبه لان اولمبيك تيرا راه حد الان في المباريات كامل ديال الله خسر ماتش واحد. الكوكا بلا ما جابش 3 بوين اليوم نقدروا نقولوا بلي معضله بالنسبه لمدينه مراكش، وكنتمنوا الحضور الجماهيري يكون قوي وتكون مسانده للفريق لمده 90 دقيقه لانه كيبقى ديما هو اللاعب رقم 12 اللي يقدر يحدد الفريق. سي خالد اش بالك في مباراه اليوم ان شاء الله؟ نتوقع اليوم الربح ان شاء الله. توقعات النتيجه ماشي 3-1 كاع ماركو ماشي واحد ماشي مشكل ياك نعطيو المهم 3 كاينه وديما كوكا بس خالد ديما كوكا وانت باش كتحضر شي وقع الربح ما كاينش الخساره والو ان شاء الله. سيدي محسن الغزال كوكا منذ القدم اليوم بغينا نمشيو للتيران ان شاء الله نشجعوا الكويكا، اش بان لك اخويا محسن؟ ان شاء الله ان شاء الله. باقي الساعه على المباراه، يلا بقوا معنا. ديما كوكا منورين جيتو للتيران، جينا للتيران ان شاء الله. اش بان لك اللي في مباراه اليوم ان شاء الله؟ هو بغينا 3 بوان ان شاء الله، شي هذا راه ما حماش واحد الله، وبغينا الحارتي كوكا باغا جا هو وبغينا الحارتي ان شاء الله يكون خير. الله يحفظك، بارك الله عليكم. ديما كوكا الشوط الاول من مباراه كوكب مراكشي شحال فرصه زياده حنا مستعد خاصنا نتمنوا في الشوط الثاني. ولكن تبان لي كاين تحسن في الاداء ياك؟ كاين تغييرات تاع الدراري زوينين تبارك الله ان شاء الله. نتمنوا 3 بوان زعما نتمنوا. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ومرحبا بخير. الله يحفظك. كي جاك الشوط الاول بين مباراه الكوكب والتشيرا؟ هو الشوط كيف اعتادوا لنا راه ما كاينش شي اداء اللي تيفرح، شي اداء اللي يزيد الفرقه للقدام، ولكن خلقوا بعض الفرص. لاحظتي كاين واحد التحسن في الاداء؟ لاحظتي شويه الناس ولات تلعب على التوني، ما بقاش كيف كان. فهما ما لاعبينش على الصعود، ولكن حنا تنجيو نشجعو باش يطلعوا باش حمدوا الفرقه الاولى في مراكش وحشو ما عيب وعار الكره المراكشيه بحال هكا. طلبوا من الله التيسير. الله يحفظك. شكرا. كره مراكشي الغالي 1-0، هدف جميل جدا، هدف جميل. وهي وينك ويا الحمراء،
مشى لنا الصوت الله يلعظم لنا مشى لنا الصوت معنا ماتش واعر اخويا ماتش زوين الحمد لله الحمد لله انتصرنا 3 بوين شي تحيه للجماهير اللي تيشوفونا في الفلوقات تحيه للناس كاملين تحيه للجمهور تاع مراكش كاملو تحيه كوكاب ديما كوكاب ديما كوكاب تابوناو وبارطاجيو مع الاصدقاء ونشوفكم ان شاء الله في فلوق جديد يلا بيس